أخبار اليوم. إذا لو أي حد في دماغه فكرة ما يتلككش، ما يقولش أصل ما فيش إنتاج، ما يقولش أصل ما فيش مونتاج. النهاردة على الموبايل أقدر أمنتج، النهاردة على الكمبيوتر أقدر أمنتج وأنزل على اليوتيوب وأفرج الناس على الشغل بتاعي من غير ما أحتاج محطة، من غير ما أحتاج منتج، من غير ما أحتاج السبكي، من غير ما أحتاج أي حد من الناس اللي ممكن يبقوا بيضايقوني في حاجة أنا بحلم بيها. فالفكرة بتاعت المهرجان طبعا من الحاجات اللي خلتنا نحمس ان انا بكون معاكم النهاردة، ان في شباب عندهم طاقة، الطاقة دي بيطلعوها في حاجة هم بيحبوها. يمكن فترة طويلة بقالنا ما شاء الله فترة كبيرة جدا ما بنسمعش غير الجماعة الكبار طالعين في التلفزيونات بيقولوا احنا بنشجع الشباب، احنا لازم الشباب، الشباب لازم ياخد دور، الشباب اهم حاجة، الشباب هم المجتمع. ان هم حد قدم منهم حاجة للشباب هم قدموا كلام بس، لكن الشباب بجد ما تستنوش اي حد يقدم لهم حاجة. اللي عايز يقدم حاجة ما يستناش حد، قدمها بنفسك، قدمها بنفسك، وما تخليش اي حاجة بعطلك، ما تخليش اي حد يوقفك، ما تخليش اي حد عنده حقد ان هو ما نجحش لما كان قدك يحقد عليك ويخليك ما تقومش. بالعكس، حط قدامك هدف والهدف ده افضل وراه لغاية ما توصل له وتوصل. أنا تعتقد